السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية. انطلاق أعمال ندوة دولية في نواكشوط تبحث موضوع الإعلام والعدالة وسيادة القانون بمشاركة أكاديميين وإعلاميين. الناطق باسم الحكومة يقول إن مطالب الأطباء المضربين تحقق منها الكثير وإن الوزارة تدرس بقية المطالب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية. وحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون النظامي الصادر في 12 فبراير من العام 2018 المتعلق بالجهة والهادف إلى تحديد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية. تسلم الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز رسالة خطية من رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني محمد خداد الذي سلم الرسالة للرئيس الموريتاني، قال إن الرسالة تتضمن آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة والمساعي الأممية والإفريقية لإيجاد حل سلمي ودائم للقضية الصحراوية. أجرى الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدمي مباحثات في نواكشوط مع وفد أممي يمثل بعض الهيئات الأممية الموجودة بموريتانيا، يرأسه نبيل عثمان ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وقد بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين موريتانيا والأمم المتحدة وسبل تعزيزها بحضور وزير الصحة وبعض المديرين بالوزارة الأولى. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال ندوة دولية حول الإعلام والعدالة وسيادة القانون، يشارك فيها باحثون وأكاديميون من موريتانيا ومن خارجها. وتنظم الندوة بالتعاون بين نقابة الصحفيين الموريتانيين ومركز الجزيرة للحريات الإعلامية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية. التفاصيل في هذا التقرير. إعلاميون وأكاديميون وباحثون يناقشون في ندوة دولية بنواكشوط موضوع الإعلام والعدالة وسيادة دولة القانون، منظمة بالتعاون بين مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الموريتانيين ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وتحدث نقيب الصحفيين الموريتانيين عن التحديات التي تواجه الإعلام والعوائق التي تعترض سبيل استمرارية المهنة الصحفية في البلاد وتقوض قيم العدل والمساواة وتعزيز ثقافة الحوار وحقوق الإنسان. إننا في موريتانيا لا نعيش إشكالات في مجال الحرية الإعلامية، لكننا نعيشها في مجال المؤسسية، خصوصاً على مستوى صحافتنا المستقلة التي تعيش أوضاعاً صعبة تتطلب وعياً بها من طرف الجميع، خصوصاً من طرف الحكومة الموريتانية. مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان يكاد الحاجة إلى تضامن المؤسسات الإعلامية حول العالم، خاصة في إفريقيا، لمجابهة ما سماه خطاب الكراهية وتغيير الصورة النمطية سبيلاً إلى خلق رسالة إعلامية جادة تجعل من الحقوق الجماعية هدفاً أسمى. نحن بحاجة إلى تضامن المؤسسات الإعلامية حول العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص للعمل على تغيير الصورة النمطية ومناهضة خطاب التحريض على العنف والكراهية والتمييز العنصري
وذلك من خلال إسراء شاشاتها ومنصاتها الرقمية برسالة إعلامية إيجابية تعكس وقائع التحول في مجال احترام حقوق الإنسان. المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني في موريتانيا استعرض الإنجازات التي قال إنها تحققت في مجال حرية الصحافة بالبلاد، وهو ما قال إنه انعكس إيجابا من خلال تصدر البلاد الترتيب العالمي في مجال حرية الصحافة. إن من يتابع بتمعن وضعية حرية الصحافة والتعبير في بلادنا يدرك دون عنا مدى التقدم الكبير الحاصل في هذا المجال. وتبحث الندوة على مدى يومين مواضيع مختلفة، بينها البيئة القانونية لحرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت، إضافة إلى حماية الصحفيين والحرية الإعلامية. قال علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان إنه بدون احترام الضمانات الخاصة بحرية الرأي والتعبير لا يمكن التمتع بالعديد من الحريات الأخرى. وأكد علاء في كلمة له خلال ندوة الإعلام والعدالة وسيادة القانون المنظمة في نواكشوط أنه لا يمكن التأسيس لحرية التجمع وحق المشاركة في الحياة العامة في ظل غياب حرية الرأي والتعبير. حرية التعبير هي بتعد أساس يعني للعديد من الحقوق والحريات، ففي الحقيقة بدون احترام الضمانات الخاصة بحرية الرأي والتعبير هناك العديد من الحقوق والحريات التي لا يمكن التمتع بها. وبيأتي في هذا الإطار أهمية موضوع الاحتفال بحرية الصحافة هذا العام، لأنه على سبيل المثال بدون حرية التعبير لا يمكن أن تؤسس لحرية التجمع أو تكوين الجمعيات، أو لا يمكن أن تؤسس لي الحق في المشاركة في الحياة العامة بشكل عام. في هذا الإطار السنة دي احنا بننظم الندوة دي، وبننظم أيضا ورشة تدريبية في اليومين الجايين السبت والأحد القادمين لعدد من الصحفيين من مختلف المجالات. بنشكركم بشدة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين والشيخ إن مطالب الأطباء الموريتانيين المضربين تحقق منها الكثير خلال الفترة الماضية، وإن الوزارة تدرس بقية مطالبهم وفق إمكانياتها وخططها. وأضاف والشيخ في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن على الأطباء مسؤولية أخلاقية وإنسانية ينبغي أن يراعوها. وكان أطباء موريتانيا قد دخلوا قبل أيام في إضراب مفسوح عن العمل احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها تحسين الظروف. إضراب الأطباء كيف قلت لكم المرة الماضية أن الوزارة أبوابها مفتوحة وهي متواصلة مع الأطباء، ومطالبهم لبية منها الكثير في المرة في الفترة الماضية، وتدرس بقية المطالب وفق إمكانيات وخطة الوزارة. والأطباء أيضا كما قلنا أنهم عليهم مسؤولية أخلاقية وإنسانية وينبغي أن يراعوها، وأعتقد أنه إن شاء الله ستكون هذه الأمور كلها صحافة الصيف وتنقشع إن شاء الله بعد قليل. فالأطباء لديهم مسؤولية، والوزارة أيضا يشاد في هذا المجال وعلى اتصال بهم، وأعتقد أن هذا الموضوع سيحل إن شاء الله قريبا. أعلنت الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت علي سالم عن تنظيم مهرجان دولي لتثمين التراث الطبيعي والثقافي بالحظيرة الوطنية لحوض أرجين. وقالت بنت علي سالم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن المهرجان المرتقب شهر أغسطس القادم ستستفيد منه الحظيرة من خلال موائمة التراث الاقتصادي والثقافي مع متطلبات العصر. لقد كان لي الشرف أن تقدمت اليوم لمجلس الوزراء ببيان حول تنظيم مهرجان دولي لتثمين التراث الطبيعي والثقافي في الحظيرة الوطنية لحوض أرجين،
من المعروف أن هذه الحظيرة اللي أنشئت 1976 واللي تصنف ضمن اتفاقية رامسار للأماكن الرطبة ذات تواجد الطيور 1982، واللي أيضا تم تصنيفها من طرف اليونسكو كتراث عالمي. في الحقيقة أنها تحكمها ضوابط ومعايير دولية ضمن معاهدات وتسيرها قوانين. هذا المهرجان الذي هو ستتم فيه مراعاة هذه الضوابط وهذه المعايير، ولكن طبعا ستستفيد الحظيرة بموائمة هذه المعايير وهذا التراث الطبيعي والاقتصادي والثقافي مع متطلبات العصر ومع ما يهتم به العالم اليوم من تنمية مستدامة. هذا المهرجان طبعا ستقام نسخته الأولى في شهر أغسطس القادم إن شاء الله 2018. احتج منحدرون من مدينة تجكجة أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط تزامنا مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء للمطالبة بتوفير الماء الشرب للمدينة. وطلب المحتجون الذين قالوا إنهم يتظاهرون للأسبوع الرابع أمام القصر الرئاسي طالبوا السلطات الموريتانية بالتدخل من أجل إنقاذهم وإيجاد حلول عاجلة تنهي معاناة المدينة مع العطش. وقفتنا الرابعة للتوالي هنا أمام القصر الرئاسي من أجل أن نوصل هذا المشكل اللي أصبح يأرق جميع ساكنة تجكجة. نختاروا نعلموا السلطات العليا في البلد ممثلة في رئيس الجمهورية، ونعلموا الحكومة ونعلموا الفاعلين ونعلموا الناس المهتمة بالشأن العام عن مدينة تجكجة. مدينة عطشانة أصبحت، نحن على مشارف شهر رمضان المبارك وفي بداية الصيف، ومعروف عنا أن السنتين في قلة في الأمطار، وبالتالي تجكجة عطشانة وفاصلة في حل سريع وحل نهائي. فمشي من حلول مؤقتة اللي ما تلات عاتنا على سقاية الدشرة، وبالتالي نطالب السلطات العليا في المدينة التاريخية اللي عندها دورها الكبير في بناء الوطن، في المقاومة، في بناء الدولة من خلال أطرها، على أنها ما يخلوها تندثر، وأنهم يبادروا بحل سريع ونهائي. هما سقاو النعمة من أظهر، وسقاو مقطع الأحجار من 100 زايدة، وسقاو نواكشوط من أفضل ساحلي 200 كيل. يا الله ما اللي الدشرة يعرفونها ما تقل أهمية عن هذا الشهور كامل اللي سمينه، وبالتالي يا الله يعدلوا له حل نهائي ويسقوها. فم منابع قريب، فم عندنا مبش 85 كيل فيه منبع كافي ساقي تجكجة. طالب مفصولون من شركة النقل العمومية الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز بالتدخل من أجل إنصافهم جراء ما يصفونه الفصل التعسفي الذي قالوا إنهم تعرضوا له. وقال المحتجون إنه مضت على احتجاجاتهم الأسبوعية أمام القصر الرئاسي 21 شهرا دون أن يتم التعاطي مع مطالبهم. ناشدين فقامت رئيس الجمهورية في وجه هذا الشهر الكريم المبارك اللي لا يقدم علينا كضيف هذه الفترة المقبلة، طالبين منه أنه يرفع عنا الظلم. إذا الحكومة لا يتعدى العمل خيري، نحن فاصلين في رفع الظلم عنا كعمال مفصولين من هذه شركة النقل العمومي. مؤكد ظلمنا من قبل مفتشة الشغل، وعادنا هون 21 شهر نتوقفوا في هاي الشماس اللي هي عنهم يرحموا بينا ويفصلونا مع هذه الشركة برفع الظلم عنا. احتج أمام القصر الرئاسي في نواكشوط عدد من أهالي وذوي الطبيب الرئيسي لمقاطعة يكجوجة محمد الممد للمطالبة بالإفراج عنه. وكان الممد قد اعتقل إثر مشادات كلامية بينه والأمين العام لوزارة الصحة تحولت إلى اعتداء، وذلك على خلفية تحويله من مدينة يكجوجة إلى مقاطعة الرياض في العاصمة نواكشوط. مطالبة بطليص الدكتور محمد الممد العيال مسجون عنهم ظلما وعدوانا، وراعينا واقفين في الشمس عرقنا يتناس صيام ولاننا صيام، وسارقين عيالنا بينا ثقل عندنا ان محمد الممد مسجون ظلما وعدوانا. العاد الرئيس قاعد يطرس لنا محمد الممد مظلوم ظلما وعدوانا، يعدلها. الناس فر انطرست ولا بقى حد ما انطرس. محمد الممد ما عنده شيء، مظلوم مظلوم. طالبين برئاسة الجمهورية وخاصة رئيس الفقراء محمد عبد العزيز طارق صراح ولدنا ما محكوم ظلما وعدوانا بسبب ما هو خالق
لماذا ينح لماذا ينطل ينطرسون الناس اللي تقتل الناس تسب الرسول وتنطرس الناس جعلها الارواح تنطرس صاحبته تيشيرته موجوعه تركتهم زرقه ما عندهم حد عارف انهم يمشي ولا نافق عليهم المرضى رايتك اللي ناقذها محمد بن محمد اطرسوا محمد بن محمد الى يا السيد رئيس الدوله رئيس الفقراء اطرسوا عياله والمرضى فاصلين فيه. وأمام القصر الرئاسي ناشدت إحدى المحتجات الرئيسة الموريتانية محمد والعبد العزيز التدخل من أجل إنصافها وتوفير سكن لها. وقالت المحتجة إن معاناتها مستمرة منذ سنوات وإن الجهات المعنية لم تصغي لمطالبها داعية الرئيس إلى التدخل. ولي 4 عماء محكوم علي بالإعدام الوطني ونطالب محمد والعبد العزيز تسلم موريتانيا من الضيق. هاي الشيبانية اللي كان دعمته قال الكيلة الأربع عماء يحوز عليه والله يمشي شور دولة تعيش فيها متعذبة فطنها. هذا يا بعد مولان لا تصنت على الجهات الأربعة ما يرى يا رجال قيد ولا تستضاه من بيت أهل التار سيد أحمد في راجدي وتعدل بها حرقة زينة وتابعها الرجال وتقوم عليه وقت راجل واحد والأربع إيمان والطالب محمد والعبد العزيز الكهنة اللي كان دعمته المراسلة اللي ما زالها لها 5 إيمان مهضوم حقها. اليوم الطالب الناس كالت وشربت وهي تحضر في الشراء تحضر في الشراء كان الزحى وكان لعمة ووجهت لكم الرسول ووجهت لكم الرسول من أقول لا إله إلا الله هذه المخلوق أساق ما جاركم بيوم ولا زلزال متناصر عليها لدمج مؤمنة بالله. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد أمين والشيخ في تعليقه على المبالغ المالية المفروضة على مالكي ماكينات التنقيب عن الذهب بمدينة الشامي قال إن السلطات تمنح هؤلاء التراخيص وتتولى حمايتهم وإن أي قطاع لديه مساحة للإنتاج تفرض أخذ بعض المستحقات. وكان ملاك ماكينات التنقيب عن الذهب قد قرروا التوقف عن العمل احتجاجا على قرار المديرية العامة للتعدين فرض مبالغ مالية وصفوها بالمجحفة في حقه. طبعا المنقبين عن الذهب هم يرقبون عن الذهب ودائما ما يؤخذ يؤخذ على ما استخرجوا وأيضا هم السلطات تعطيهم تراخيص وتدلهم على الأماكن وتحميهم أيضا هناك حماية وهناك رعاية ومصاحبة لهم في هذا المجال. وأي قطاع معروف أنه له عنده مجال أو عنده مثلا مساحة للإنتاج تؤخذ بعض المستحقات على العاملين في هذا الإنتاج إذا أنتجوا شيئا طبعا بما أنتجوا. وعلى كل حال أنا حقيقة ما أشرت إليه من 50 على كذا هذه تفاصيل إن شاء الله أنا أستوثق منها. نظمت جمعية الإصلاح للأخوة والتربية ندوة في نواكشوط حول رسالة الإصلاح شارك فيها عدد من الفقهاء والأئمة والأدباء والشعراء. وأكدت الجمعية التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا على أهدافها الساعية وفقها إلى نشر قيم الأخوة والتسامح والتماسك الاجتماعي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. جمعية الإصلاح للأخوة والتربية تنظم ندوة بنواكشوط حول رسالة الإصلاح وسط حضور عدد من العلماء والأئمة والأدباء والشعراء. وقال الأمين العام لجمعية الكوري ولد عبد البركة إن الإسلام هو الرسالة الخالدة الهادفة إلى إصلاح الأمم والشعوب وفق قيم المحبة والأخوة، مضيفا أنه على أديم هذه الأرض انطلقت دعوة المرابطون إصلاحا في العقائد والفقه والسلوك، وهي الدعوة التي تركت الإصلاح كلمة باقية. إن الإسلام هو الرسالة الخالدة الهادفة إلى إصلاح الأمم والشعوب وفق قيم السلام والمحبة والأخوة والتسامح والعدل والعبودية لله عز وجل امتثالاً واجتناباً. ولقد كانت بشائر الإسلام الأولى في هذه البلاد بوارق إصلاحاً ودعوة وتبشير، فعلى أديم هذه الأرض انطلقت دعوة المرابطون إصلاحاً في العقائد والفقه والسلوك.
وأمام حضور واسع من منتسبي الجمعية قال الأمين العام للجمعية إن هذه الندوة تعتبر باكورة نشاطات الجمعية الوليدة، مؤكدا على رسالة الجمعية السعية إلى خلق الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع. تأتي جمعية الإصلاح للأخوة والتربية لتكون عقدا في سلسلة الصفاء والإصلاح في البلاد وربوعها الممتدة وفي كل مكوناتها ونسيجها الاجتماعي، تمتاح من تراث الأجداد وتستلهم من تجارب المصلحين لإقامة عمل وطني رائد يجد فيه كل الموريتانيين نفوسهم في مواكب المصلحين. وقد ختمت الندوة نشاطها بمحاضرة قدمها الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء حول رسالة الإصلاح. نظم فرع اتحاد المصورين العرب أول صالون للصور الفوتوغرافية في العاصمة نواكشوط، تم خلاله عرض صور مختلفة التقطها مصورون موريتانيون. ويؤكد منظمو المعرض أنه يسعى إلى وضع قاعدة بيانات بالمهتمين بفن التصوير في موريتانيا، إضافة إلى إتاحة فرص للمشاركين من أجل التحضير لمنافسات قادمة في هذا المجال. نتابع. صور فوتوغرافية ومصورون محترفون وآخرون هواة ينعشون أول معرض من نوعه للصور الفوتوغرافية في موريتانيا، وسط حضور عضو الأمانة العامة لاتحاد المصورين العرب ومكلف بمهمة بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومدير المركز الثقافي الفرنسي بموريتانيا ورئيس جمعية المصورين الموريتانيين، إضافة إلى نقيب الصحفيين والذي هنأ القيمين على المعرض. هذه فرصة جديدة نهنئ فيها زملائنا في اتحاد الصحفيين العرب، عفوا اتحاد المصورين العرب فرع موريتانيا، وكذلك جمعية المصورين الموريتانيين على هذا المعرض الأول للصورة الفوتوغرافية. من جهتهم أكد المنظمون أن المعرض بالإضافة إلى سعيه إلى وضع قاعدة بيانات عن المهتمين بمجال التصوير في البلاد سيمكن من مد المشاركين بالعديد من المهارات والمستجدات تحضيرا لمنافسات في المجال. تحسين مهارات المصورين، مدهم بآخر تقنيات في مجال إن شاء الله تعالى، تحسين مهاراتهم، التحضير للمسابقة الوطنية إن شاء الله للتصوير الفوتوغرافي اللي نسعى لها إن شاء الله وعنا نرتبها بأقرب الأجل. وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوصية على الإعلام في موريتانيا، عبرت عن حرص نظام الرئيس محمد العبد العزيز على منح الحرية المسؤولة للصورة وعيا منه بما لها من تأثير على حد تعبير المتحدث باسم الوزارة. كم من صورة التقطت في جزء من الثانية خلدت أحداثا إلى الأبد، وكم من صورة صنعت سلاما وأخرى صنعت عكسه، فالصورة أصدق إنباء من الخبر، خصوصا في جو الحرية المسؤولة التي تصونها وتشجعها السلطات العليا في البلد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. ولأن اليوم يوم الصورة، حرص المشاركون والمنظمون وضيوفهما على التقاط هذه الصور خاتمة تنسجم مع أول نشاط من نوعه لاتحاد المصورين العرب في موريتانيا، في انتظار ما سيسفر عنه قابل الأيام من مسابقات وآفاق ومكانة وعد بها عالم الصورة في موريتانيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية. انطلاق أعمال ندوة دولية في نواكشوط تبحث موضوع الإعلام والعدالة وسيادة القانون بمشاركة أكاديميين وإعلاميين. الناطق باسم الحكومة يقول إن مطالب الأطباء المضربين تحقق منها الكثير وإن الوزارة تدرس بقية المطالب.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.